أرغب أن أيضا أتقدم الحقيقة بالشكر الوافر لأشقائنا في جمهورية مصر العربية على الاستجابة الفورية والمباشرة لبعض احتياجاتنا الدوائية، والتي تكرم أشقائنا في الجانب المصري بتلبيتها من فورهم، وأيضا لتيسير بعض الإجراءات التي تؤدي إلى تحقيق انسيابية في التجارة والحركة التجارية ما بين البلدين الشقيقين. أنا بدوري أكدت لدولة رئيس الوزراء بأننا نعتبر أشقائنا المصريين الموجودين بين ظهرانينا بأنهم في صميم القلب والفؤاد، وبأنهم في بلدهم الثاني، وبأن كل أردني يعتبرهم من أبناء أسرته الواحدة. نحن نعتز بهؤلاء الأشقاء ونعتبرهم في بلدهم الثاني، ودائما سيحظوا منا بكل الرعاية والمحبة النابعة من هذه الأواصر المشتركة. دورة رئيس الوزراء أنتم بالحق والقول والفعل في بلدكم الثاني، ومرة أخرى نرحب بكم، ونحن نسير على الدوام في مركب واحد، نحن والشقيقة جمهورية مصر العربية، وكل الخير الذي يصيبنا أو يصيبكم يصيب بعضنا البعض، ولا قدر الله أي أذى أو شر يستهدفكم أو يستهدفنا، نحن مؤمنون وعلى ثقة بأننا نكيف، بأن هذا أمر يستهدفنا مباشرة ونتصدى له دائما بالأرواح والمهج. ألف شكر وأحييك بأن أنت الرئيس، ميت أهل وسهلا.